مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع حلقه جديده هنشوف فيها كل ما يحدث على ارض مصر من مشروعات استثماريه واخر المستجدات الاقتصاديه على ارض مصرنا الحبيبه. في البدايه الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده كان في اجتماع مع مجموعه من الساده الوزراء بخصوص الاهتمام باقامه مشروعات جديده خاصه بتطوير الريف المصري وإعادة الاهتمام بالبنية التحتية والمشروعات الخاصة بالريف وتطويرها. الرئيس بيخطط لأن يكون في حدود 1000 قرية جديدة يتم تطويرها والاهتمام بيها في الفترة القادمة. الاجتماع كان موسع، كان فيه من ضمن السادة الوزراء رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وزير التجارة ودكتور محمد معيط وزير المالية ومجموعة من الوزراء بخصوص الاهتمام بإعادة هيكلة وتطوير وإنشاء قرى جديدة للريف المصري الجديد. الخبر الثاني كمان معانا النهاردة، الرئيس كان في جولة تفقدية في شرق القاهرة بيتابع استكمال المشروعات القومية التي تحدث على أرض مصر. والرئيس زي ما شفنا في لقائه في شرق القاهرة مع القائمين على تنفيذ المشروع كان بيؤكد على الاهتمام باتخاذ الإجراءات الخاصة بالوقاية الصحية وبالذات مع بعض الظهور البسيط لفيروس كورونا مرة أخرى. كان بيؤكد على العاملين وعلى المهندسين اللي موجودين في الموقع ان هم ياخدوا كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة خوفا عليهم وعلى صحتهم وعلى أسرهم في المنازل. كمان الرئيس كان بيأكد عليهم ان هم يخلوا بالهم من الاعمال لان هم بيعملوا عمل لمصر، مش مجرد ان هم بيعملوا وخلاص، هم بيعملوا حاجة ليهم ولولادهم ولأهلهم في نفس الوقت جنب ان ده شغلهم. الرئيس اتكلم مع مجموعة من المهندسين واكد على ان هم يهتموا بحالتهم الصحية وياخدوا الاجراءات الصحية اللازمة في الفترة القادمة. احنا زي ما بنشوف الرئيس بيهتم بصحة المصريين، بيهتم بوضع الدولة بشكل متكامل. الرئيس لما قال في الفترة اللي فاتت احنا هنكمل بنا، هنبني وهنبني وهنفضل نبني، مش هنقف، مفيش حاجة هتقف قدامنا، لازم احنا كمان كمصريين نقف جنب الفكر والسياسة اللي بينهجها سيادة الرئيس وبتنهجها الدولة من خلفه، ان احنا نهتم بالبناء، نهتم بالعمل، نهتم بان احنا نساعد مصر انها تبقى مصر جديدة. احنا نحب نشوفها، لو شفنا شبكة الطرق، الكباري، المرافق، الخدمات العامة اللي بتحصل على ارض مصر، فعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال الفترة اللي بقى موجود فيها رئيس لجمهورية مصر العربية بنى مصر جديدة، مدن جديدة متكاملة بخدمات، بمرافق، بفكر كمان مختلف. مشروع العاصمة الإدارية مدينة من مدن الجيل الرابع، المنصورة الجديدة، العالمين الجديدة، ظاهرة حضارية على ساحل البحر الأبيض المتوسط وغيرها الكثير من المدن الجديدة، شبكة مواصلات جديدة، خطوط جديدة للمترو، مد جديد للقطار الكهربائي، كلها خدمات جديدة بتتقدم جوه مصر الجديدة اللي كلنا بنحلم ان ولادنا يعيشوا فيها ويستفيدوا من اللي بيتعمل على ارضها. استكمالا لحوارنا عن مصر الجديدة واللي بيحصل فيها وعلى ارضها، هيكون معانا ومعاكم النهاردة سيادة النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب. مساء الخير يا خالد بيه. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين واهلا طبعا بالقناه المحترمه والبرنامج اللي فعلا محترم كلنا بنتابعه. الله يخليك، ميرسي لحضرتك. طيب في البدايه احنا يعني يمكن في المقدمه كنا بنقول مصر الجديده، وقبل ما ندخل هوا كنا بنتكلم مع بعض عن مصر الجديده وعن اللي بيحصل على ارض مصر اللي احنا كلنا ابتدينا نبقى لامسينه من شبكه طرق، من كباري، من خدمات. يمكن حضرتك كمان لفت نظري لحاجه هنتكلم فيها وهي نقطة الاهتمام بالعشوائيات وإعادة تطويرها وهيكلتها مرة أخرى. خلينا نبتدي في البداية عن قانون التصالح، المصالحات في المخالفات العقارية. طبعا دي تركة قديمة، يعني حصاد
لعدد من السنوات السابقة. احنا النهاردة كجيل وكرئيس عبد الفتاح السيسي وكحكومة بنحل المشاكل اللي اتورثت عن السابقين. فأسمع من حضرتك حاجة الأول عن قانون التصالح في المخالفات العقارية. طب أنا يمكن هكمل كلام حضرتك في الأول عشان معلومة للشعب المصري كله. يمكن إحنا في مصر كان ليس من 50 سنة أو من 40-50 سنة ليس لدينا أي مخططات استراتيجية أو مخططات تفصيلية كما نشاهد هذا. إحنا عدنا أكتر من 40-50 سنة لا يغطي الصرف الصحي في مصر إلا 13% من مساحة مصر وقراها ونجوعها. تسبب هذا طبعا الوضع بانتشار امراض غريبه جدا عن الشعب المصري، مثلا السرطان وفشل الكلى وحاجات كتيره جدا ليها جذور، هي الصرف الصحي في مصر 13%. تمام. النهارده زحف العشوائيات وصل في مصر الى اكثر من 39% من الكتله العمرانيه في مصر مباني مخالفه، كانت يعني وصلت لاكثر من 3 مليون وحده، 3 مليون مبنى في اكثر مثلا من 20 لغايه 25 مليون وحده سكنيه. دي كارثه كبيره جدا. زحف العشوائيات دايما وابدا ياكل اي مجهودات لحلم احنا حلمنا بيه واحنا شباب، حلم ان بناء دوله قويه، بناء دوله عظمى. ليه مصر ما تبقاش دوله عظمى زي زمان؟ زي احنا اللي عملنا التاريخ، احنا اللي بنينا اول مبنى في العالم، احنا اللي علمنا الناس كل الفنون وكل العلوم. النهارده الدوله بتتبني من جديد زي ما حضرتك قلت، الدولة ما بتترممش. قانون التصالح مع المباني المخالفة جه ليه مرجعية كبيرة جدا عشان الشعب المصري كله يعرف. المرجعية الأساسية فيه إن إحنا عاوزين كنا نعمل قانون اسمه قانون البناء الموحد الجديد اللي هو بديل القانون 119 اللي طلع كوارث من بعديه. وقوانين كل معظم قوانين البناء في مصر كانت طلعت منها كوارث كبيرة جدا لعدم وجود مخططات حقيقية وعدم وجود كمان إرادة سياسية أو قيادة سياسية تقدر تتحمل هذه المخططات التفصيليه والاستراتيجيه بالتتابع. طبعا احنا طبعا في مصر العشوائيات في مصر عشان نقول شعب من اول منطقه الصحابي في اسوان لغايه غيط العنب في اسكندريه لرويسات، يعني العشوائيات وصلت رويسات في جنوب سيناء، وصلت الطابيه في منطقه مرسى مطروح. اصبح قلعه المحموديه اللي الرئيس كان بيفتحها الاسبوع اللي فات دي كانت حاجه كل حته في مصر. احنا عندنا يا فندم 226 مدينه فيها عشوائيات من 234 مدينه يتكون منها القطر المصري. احنا عندنا كارثه كبيره وارث عظيم من الكوارث ضخم جدا، محدش عنده الجراءه ابدا ان هو يقدر يفتح هذه الملفات. مجلس النواب تبنى ان احنا لابد من اخراج قانون بناء موحد جديد، اولا ييسر على المواطنين استخراج الرخص اللي هي كانت المحليات طبعا كنا سايبينها للمحليات، والمحليات طبعا فيها ما لها وما عليها من وما، يعني احنا عارفين مش هنقدر مش هنتكلم في هذه الوضع، ولكن النهارده وهي برضو تركه موروثه هم ورثوها كده بالظبط كده، يعني هم خدوها بمشاكلها. احنا حضرتك دلوقتي تنمية كدولة، احنا بنبني دولة جديدة لابد من قاعدة تشريعية او بناء تشريعي للبناء في مصر من جديد. فكان لا يصح ابدا استخراج او انشاء قانون موحد بناء الموحد الجديد ونسيب اكتر من 40% من الكتلة العمرانية في مصر غير منظمة وغير مخططة، خاصة المناطق دي مناطق فقيرة وتحتاج الى مخططات تفصيلية بجد وتحتاج الى مصاريف كبيرة جدا. ان احنا حضرتك انا بتكلم على عدم وجود صرف صحي وشبكات مياه، محطات رفع صرف صحي او محطات رفع مياه، الكلام ده كل او حتى محطات تنقية، انها طبعا كل المشاكل طبعا هي مشكلة كبيرة وجرأة من الدولة انها تفتحها في التوقيت ده. انا حبيت بس اقول الخلفيه بتاعه الوضع ايه. احنا الدوله بتتبني من جديد في مخططات قويه جدا باراده سياسيه قويه، عايز تصلح القديم جنب الجديد اللي بيتعمل بالظبط كده. فكان صعب جدا ان احنا نترك، فوضعنا قانون التصالح مع المباني المخالفه، ده نجده كبيره جدا للمواطن. طيب في سؤال على فضل. هذا القانون بحكم بقى ان حضرتك كمان راجل قانون في الاساس، فاحنا ما بنتكلمش مهندس، تمام، احنا بنتكلم حد قانوني. كل الناس بتسال سؤال، من هو المسؤول عن المصالحه؟ هل هو المقاول ولا الساكن ولا الخروف اللي مكتوبه باسم العمار لو فيها خروف؟ بص، عشان يمكن بعض الناس تحدثت في هذا الموضوع وبعض عدم وجود يعني باك جراوند للموضوع، عدم قرايه القانون هي اللي وضعتنا المفروض في هذا اللغط. المفروض اي مسؤول في مصر او اي مسؤول يا جماعه يتكلم بناء على نص القانون وليس راي شخصي، تمام، عشان ده مرتبط بحياة الناس. فإحنا حضرتك القانون بيقول إيه؟ القانون بيقول إن
اللي بيدفع المخالفة هو الحائز الأخير أو المشتري الأخير أو المالك الأخير للعمارة، سواء العمارة كلها أو الوحدة السكنية، صاحب العين. صاحب العين اللي قالت إليه. ولكن في حالة حضرتك أن أنا اشتريت منك شقة وكتبنا عقد وجبنا محامي وكتبنا في العقد كده أن يتحمل البائع جميع المخالفات على المبنى، لأن أنا بالتأكيد أنا عارف أن المبنى بتاع حضرتك مبنى مخالف ورحت اشتريت فيه، مفروض أن أنا أجيب في العقد أو يكتب بند في العقد أن معظم الناس عملت كده، أن يتحمل البائع اللي هو حضرتك للمشتري يتحمل جميع المخالفات اللي ممكن تظهر على المبنى. طب واللي مش مكتوبه في العقد نقدر نرجع بدعوه الزام. دعوه الزام ولكن حضرتك بتقول لي دلوقتي هو كاتب باسم حروف او كاتب باسم كحول او كاتب باسم راجل متوفي. انا كراجل قانون بقى بقول لك القصص دي كلها عارفها. طيب ما احنا ممكن ان احنا نرجع لصاحب المكان بكذا اسلوب او بكذا طريقه، ده ان احنا عليه الدوله ولا انا كمشتري؟ لا حضرتك كمشتري. اولا القانون قانون مؤقت وليس قانون دائم. القانون كان مفروض ان هو ينتهي في يوم 8 يناير 2020، القانون تم مده لعدم طبعا فهم بعض الجهات التي تطبق القانون لفلسفة القانون. يعني كانوا حتى في ناس كتيرة جدا سواء المالك او المالك الجديد ان هو كان بيروح يتقدم وكان يتم التعنت بالفعل معاه. النهاردة وزارة التنمية المحلية ومحافظات معظمها تعاون كبير جدا مع المواطنين النهاردة عشان الزحام. يمكن انا طلبت من خلال اسبوعين او ثلاثة طلبت بدعم طبعا مكاتب الاسكان والمتعاملة مع طلبات اهالينا في التصالح ان هو دعم هذه المكاتب بموظفين عشان احنا عندنا 3 مليون وتقدم بس مليون واحد او مليون مخالف في مصر. وكنت سألت برضو مين كان المفترض، وده كان سؤالي من 3 شهور، ليه ما عملناش دورات تدريبية للجهات المختصة بتطبيق القانون عشان حتى يبقى يتم التصارع عشان نرفع المعاناة عن المواطن. احنا لابد بس اسأل سؤال. يعني دلوقتي الجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الاول، القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول ايه؟ طيب هو الحائز الاخير، الحائز الاخير هو المالك. كويس، هو يرجع على اللي اشتري. يقدر يرجع عليه يا فندم، يرجع عليه اولا بالعقد المبرم ما بينه في حاله تعاقديه. انا اشتريت منك ملك فانا اقدر ان انا ارجع بهذا، وفي النيابه اقدر اوجه ان انت حضرتك التزمت بدفع الغرامات او الغرامه اللي هي على المبنى. تمام هي دي دعوة الزام، ودعوة دي قانونية اعطاها الدستور واعطاها القانون. ماشي، بس هو لما المشرع سعر التسعيرة بتاعت المصالحات يعني ما قالش انها وحدة، هو قال العقار على بعضه. يعني معنى كده ان هو حول العقار ده لشخصية اعتبارية على بعضه، يعني العقار ده مثلا فيه 20 وحدة. تمام، معنى كده ان هو بيعامل 20 وحدة دول عنهم شخص. لا يا فندم، القصة ان انا لما اجي اتصالح لازم ينطبق عليها 8 شروط، منها السلامة الانشائية للمبنى وليست السلامة الانشائية للوحدة. انا النهاردة جاي كمهندس مثلا بشوف المبنى ده، على فكرة في امتيازات كبيرة جدا حتى لأرواح المواطنين في مصر، ان انت بتعمل تاني بتكشف على المبنى ده، بتطمن على العقار ده ينفع يعيش فيه ولا لا. البند الاول السلامة الانشائية للمبنى، في حالة عدم السلامة الانشائية للمبنى لن يتم التصالح مع هذا المبنى ابدا، عدم التعدى على خطوط التنظيم المعتمده، كل الكلام ده يا فندم مش هنقيس مقياس السلامه الانشائيه على وحده. فالقانون لابد ان يجي عام ومجرد، لا بيقول المبنى. ايوه بس هو اليه التطبيق، لا اليه التطبيق دي بتاعت 20 وحده ممكن يبقى في مثلا من ال 20 دول 5 وحدات مش موجودين، ما عارف هم مين. التطبيق دي بتاعت الحكومه. احنا مشرع وهم اللي بيحطوا اللائحه التنفيذيه، احنا لا نتدخل في اللائحه التنفيذيه لاي قانون. يعني انتوا ما بتحطوش اللائحه التنفيذيه بعد ما تعملوا القانون؟ لا يا فندم، اللائحه التنفيذيه لا يتم المجلس، مجلس تشريع هو اللي بينشر انت القوانين. انت بتشرع القانون. اما الحاجات الفنيه، تعامل تطبيق القانون، طرق تطبيق القانون، الجهات المختصه، الجهات المعنيه بتطبيق القانون، دي اختصاص اللائحه التنفيذيه، يعني اختصاص الحكومه وليس المجلس ان هو بالتدخل ابدا. ولا حتى لما تشوف ان في حاجه معموله مش مظبوط ممكن يتم تعديل، تنقيح، حذف، كل الكلام ده طبعا من سلطات مجلس النواب. عندما طب هقول لحضرتك حاجه بمناسبه هذا الكلام، احنا خرج قانون التصالح ده قانونين. القانون الاول هو قانون 17 لسنه 2019 اللي صدر يوم 8 يوليو 2019 وانتهى يوم 8 يناير 2020،
وعندما الجهة التنفيذية لتطبيق القانون وتقدم واحد في الألف لهذا القانون وما كانش فيه حد فاهم القانون أو أعلن بطريقة صريحة مميزات القانون إيه، إحنا الهدف من القانون إيه، يعني فلسفة القانون هي دي اللي حطتنا في مشكلة. فتم مد القانون وتعديل آخر لقانون اسمه قانون واحد لسنة 20، هو قانون التصالح الجديد اللي بيأثر على المواطنين. طب والقانون ده بيبتدي تاريخ الأوراق. فعاليته من امتى؟ نعم، يعني بيرجع ورا بالتاريخ لحد سنة كام؟ اي مبنى مخالف، عشان برضك دي نقطه الناس كتير حتى في بعض القانونين برضك يعني مش واخدين بالها منها. 2008 المفروض 2008، لا التعديلات القانون بتقول ايه، المخالف كل مبنى مخالف لقانون 119 2008 والقوانين المنظمه للبناء، يعني اي مبنى منظم سواء قانون 106 كل القوانين يا فندم اللي مخالفه او المباني المخالفه لقوانين البناء كلها المفروض تتقدم بالتصالح. طب في مناطق خاصة ايه؟ احنا حضرتك اللي بيجري ويسارع في التصالح في التصالح ده صاحب المبنى اللي عليه احكام صادرة بالحبس والغرامات، والغرامات دي يومية، يعني حضرتك لو عليك 700,000 ممكن بعد سنة 2-3 يبقى 3 مليون جنيه واجبة للتنفيذ، واي حد في الدنيا مش هتقدر ان انت تنتفي هذه الاحكام الا بقانون زي اللي احنا حطيناه. صاحب العقار. تاني حاجة وقف إزالة العلة أو إزالة العقار، ده الدور بياخد 3 أحكام. الحكم الأولاني هو مخالفة القانون البناء في مصر أو اشتراطات البناء، ده طبعا حبس وغرامة، فأنت حضرتك بيتحبس ويفضل القرار إزالة مستمر، يعني يبقى المواطن مهدد لمدة 20 سنة. مودد من ايه؟ من استبداد وابتزاز بعض الموظفين اللي بيعرف ان حضرتك ما عندكش مركز قانوني قوي، فبيمسك ورق يقول لك انا هديلك النهارده وهديلك بكره. وبعدين في حاجه هم ليهم الحق ان هم يهدوا لان ده حكم قضائي، من خلال هذا الحكم القضائي، عشان دي معلومات برضك قانونيه قوي يمكن ناس كتيره جدا بقى لها 15 سنين مهدده من قبل بعض الاشخاص اللي بيستغلوا ضعف المركز القانوني للمخالف سواء بالحبس او الغرامه او الغرامه اليوميه او قرار ازاله العلة. اي واقعه قانونيه المفترض ان ليها تاريخ، يعني مفيش واقعه مدى الحياه وتوارث يا فندم. هو ممكن يعني حضرتك قرار الازاله ده جاي قرار ازاله بسبب عدم سلامته الانشائيه، عدم تطابقه مع موضوع عدم انطباقه اشتراطات. بس هو في جزئيه في القانون دي جون حت دي جون يا فندم جون ممكن حضرتك هو يتحبس. في جزئيه في القانون ده فيها مفترق طرق، يعني عامله زي ما تكون ميدان كده كويس. القانون داخل المحليات يعني جوه المناطق العاديه اللي هي زي مصر الجديده، مدينه نصر، مهندسين الزمالك، ده موضوع اللي هو خالف في الرخصه، هو معاه رخصه خالف في مساحه انشائيه، عمل ادوار زياده، ده شكل. الشكل الثاني في المجتمعات العمرانيه الجديده زي اجهزه المدن في العبور في الشروق، دي هتلاقي عندهم تقريبا هم مخالفتين 3 مخالفات ثابتين، بدروم وروف، بيعملوا البدروم دوبلكس وبيعملوا الروف يكملوا بيزودوا 25% من بيزودوها بالظبط. دي 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 ليها وضع اعتقد موحد صح ولا وضعها بيختلف؟ لا وضعها يختلف طبعا، بيختلف يختلف. اولا هو قانون يا جماعه هيئه المجتمعات ليها قوانين بتنظمها، والمحافظات بالنسبه للاحياء والمراكز والقرى ليها وضع، ولكن القانون 119 ينطبق على الجميع، ولكن اشتراطات البناء في التقاسيم بتختلف من منطقه لاخرى. يعني عندك في المعادي مثلا 19.5 متر، عندك مثلا في القاهره الجديده مثلا دور او دورين او 3، يعني هناك بعض المناطق في القاهره الجديده هو دور واحد بس او دورين او 3. دي اشتراطات تقسيمات حضرتك بعيد خالص، ولكن القانون 119 ينطبق على الجميع. ففي حاله المخالفه، في حاله المخالفه حضرتك انت بتخالف قانون 119، قرار الازاله ده بيبقى باقي حتى لو الراجل اتحبس. حتى لو الراجل اتحبس ملوش علاقه بحبس الراجل، لا ده قرار ازاله لازم يتنفذ يا فندم. فعشان كده ده كان طوق نجاه لمعظم الناس اللي كانت عامله يحلهم من الجزئيه. طبعا يا فندم طبعا هيقعد يتذل طول عمره في هذا، ويقعد هو وعياله واولاده مهددين طبعا من قبل بعض الناس اللي ما عندهاش ضمير. طيب احنا معانا مداخله من مهندس فتح الله فوزي. طبعا رئيس لجنه الاسكان في جمعيه رجال الاعمال. طبعا طبعا. ووكيل جمعيه رجال الاعمال المصريه. مساء الخير فتح الله بيه. باشمهندس فتح الله. طيب نرجع الاتصال بيه تاني. ماشي.
تمام. بالنسبه بقى لهيئه المجتمعات العمريه طب هو كيفيه؟ بنظمها حاجه طيب بنظمها خلينا في الجزئيه الاولانيه دي. طيب معنى كده ان النهارده العقار ده بيتطلب حاجات معينه عشان يتصالح، تمام. صح كده؟ شروط طيب شروط المفروض بقى ان محترمه السكان جدا دول يتلموا على بعض عشان يروحوا يتصالحوا بقى، ولا العمليه الوديه. وفي اصحاب اعمار النهارده بيتحايلوا على يعني هو بيبقى عارف المواطن ان هو اشترى، او في يعني هي بتختلف من شخص لشخص. في ناس يعني؟ كتير طب جدا خلينا راحت. ناخد 3 حالات. تفرض صاحب العماره مات، الوضع ايه؟ الوضع لابد ان هم اعتبر اتحاد شغالين يا فندم. النهارده دولك اتحاد شغالين، يعملوا اتحاد شغالين. لا هو بيعمل اتحاد شغالين عادي جدا، وبيروح مفاوض من عندهم بيتكلم خاصه ان رئيس الاتحاد الشغالين بيروح يتفاوض، او اي حد يتفاوض. هو النهارده الدوله بتقول انا مش هتوه، يعني انا مش هعمل قانون ما يتطبقش، انا هعمل قانون. انت انا مالك وعندي اتحاد شغالين، يبقى انا المسؤول عن المبنى. صاحب المكان اللي بنى ومشي ده، ما انا عارف كل القصه اللي هو اتعمل. احنا عاوزين نتكلم بجد، مش عاوزين نقعد نحمل بعض مسؤوليات. لو بالظبط. راجل صاحب البيت، لو صاحب العماره ده اللي بنى وضحك علينا، نقدر نرجع عليه دعاوي كتيره جدا يا فندم. نقدر نجمع نفسنا ونطلع الاموال العامه، نقدر نعمل له محضر نصب، احنا نقدر رجعنا المهندس فتح دعوه الله في وش الزام. تاني. باشمهندس فتح الله، الو، باشمهندس فتح الله، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيكم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كنا بنتكلم عن قانون التصالح في مخالفات المباني، وان هو طوق نجاة بالنسبة للمصريين، ان هو يحل مشكلة كبيرة جدا من اللغط القائم على العقارات المصرية. تحت أمرك. بقول لحضرتك احنا كنا بنتكلم ان قانون التصالح ده طوق نجاة يعني للمشاكل القائمة بسبب المخالفات. بالتأكيد طبعا. طب بالتأكيد هيحل مشاكل كتيرة جدا يعني. طيب وضعه بقى في المجتمعات العمرانية الجديدة اكيد مختلف عن المحليات. في المجتمعات العمرانية اكيد سهل موضوع الروف والبدروم والكلام ده. بص، المجتمعات الجديدة المخالفات فيها أقل كتير جدا من المحليات. تمام. فمشاكلها أقل من المحليات، فتقدر المحليات تحلها مع المخالفين، سواء تغيير استخدام أو روف أو جراشات، ودي سهلة جدا ومحصورة. والإدارة في المحليات أفضل بكتير، سوري، الإدارة في المجتمعات الجديدة أفضل بكتير جدا من المحليات، ما فيهاش حجم الفساد الكبير جدا موجود في المحليات. فحجم اللغط اللي في المشكلة أقل. عندهم احترافية. مظبوط. طيب والمشاكل بقى اللي جوه الكومباوند اللي بتبقى في نسبة بنائية أو في كثافة وعاملين وحدات صغيرة أو كده، بتتحل إزاي بقى؟ المخالفات يا إزالة يا تصالح. تصالح. تمام. يا إزالة تصالح. يا إزالة يا تصالح. مظبوط. يعني هو في حال إنه يتقدم بالتصالح ما يبقاش في إزالة. طبعا. ما هو القانون معمول وقف كده. جميع الأحكام الصادرة بالحبس القانون والغرامة. معمول علشان كده. تمام. طيب اولا دي ثورة عقارية كبيرة جدا لمصر، ان انت حضرتك عندك 39% من كتلة عمرانية في مصر في استحالة لهدها، ولكن في تخطيط مخططات تفصيلية امين، في مخططات استراتيجية لهذا الوضع، في تقنين وضع قانوني ومركز قانوني يكتسبه صاحب المكانة وملاءة مالية بناء على ان هو تسجل في السجل العقاري. كل دي امتيازات كبيرة جدا. تمام. طبعا تحتاج، على فكره يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. معانا على فكره على الخط. اتفضل يا فندم. باشمهندس فتح الله. ايوه. حضرتك ليك اي تعليق على القانون او الطريقه الاجرائيه لتنفيذه؟ لا ابدا. هو في بس مشكله واحده، هو لما يجي يحسب جديه التصالح بيحسبه من كام؟ ما هو لازم يروح النهارده. احنا معانا على الهوا مع حضرتك سياده النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنه الاسكان في مجلس النواب. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله ربنا يخليك. الله يكرمك. الحمد لله. بيقول لك حزب يحسب ايه ازاي؟ ال 25% جديد تصالح النهارده المفروض هو يدفع مبلغ قبل الملف ما ينظر فيه، ويحسب قيمه التصالح المفروض يدفعها. فلازم يطلع يعاين يشوف المساحات، يشوف كل قيمه المخالفه كام، علشان يقول له ادفع 25%. تمام. بص دي نقطة حلها ايه؟ هو لا هو حضرتك هو بيقدم طبعا نموذج واحد لغاية ما يصل لنموذج ثلاثة.
نموذج ثلاثة دوت طبعا الجهة المختصة بيه يعني سواء المنطقة مثلا في القاهرة مثلا عندنا حي مثلا معادي حي دار السلام، يبقى المنطقة الجنوبية بتنزل لجنة وبتبت في هذا بعد نموذج ثلاثة يقدر يدفع من 160 أو 25% من قيمة الأعمال أو من قيمة الغرامة اللي هيقدر يدفعها. يعني المخالف اللي هيحسبها ويدفع هو نفسه يحسبها؟ لا يا فندم، ان اللجنه الثالثه او النموذج الثلاثه اللي بياخده بيبقى فيه ان بيقيس الامطار بتاعه العماره ويضرب في الرقم بتاعها. هو قصده عدد الامطار في المتر. بيحسبها لنفسه؟ لا يا فندم ما يحسبهاش نفسه، اللجنه بتشوف حتى لو في عقد مثلا هي بتاخد يعني هي بتقيس يعني بنفسها، يعني ما بتعتمدش على العقود. يعني كمان اللجنه اللي تقول له ادفع كام بعد ما تبحث الملف. لان احنا حضرتك فتح الله بيه ان المحليات مقسمه لمناطق لثلاث فئات، فئه الف وفئه ب وفئه ج، وحتى الفئه ج دي ممكن تنقسم الى فئه ج واحد واثنين وثلاثه. في الغرامات كانت منها كان المقرر منها ان هي تبدا ب 800 جنيه القاهره الكبرى واسكندريه، ولكن تم تغييرها. انا بستسال على كده ان هو يعني هيستنى الطلب وبعدين اللجنه تعمل له مطالبه بال 25%. ايوه، بعد ايه هم يقيسوا؟ اللجنه بتنزل تقيس على الارض الواقع فعلا. اللجنه حالة طبعا. وده يتنفذ ازاي؟ يعني احنا بندي 4 شهور. طب ما تدفعوا كل قيمه التصالح ويخلص. والله ما هو المفترض يعني هو فعلا في ناس زي حضرتك اللي حضرتك بتقوله ده صعب جدا يا باشمهندس. هو في ناس فعلا عندها استعداد ان هي تدفع كامل قيمه المخالفه، ولكن الموضوع ده لا. هو بيقول له ادفع دلوقتي لغايه ما انا التقدير النهائي بيجي، ولكن التقدير ده تقدير تقريبي من اللجنه رقم 3 او نموذج 3. ايوه، واللجان تلحق تعاين كل المخالفات دي وتحدد ال 25% الجديه قبل 30/9؟ لا يا فندم، في 4 شهور القانون ادى الطلب 4 شهور لفحصه والبت فيه، ده بنص القانون. يعني هو بياخد منك الاول الملف. انا بتكلم عشان سداد ال 25%. عشان بيدفع 25%. لا، ال 25 بعد اللجنه بتعين ولا قبل؟ لا، بعد ما اللجنه بتعين بيدفع ال 25%. اعتقد قبل. واللجان هتلحق بياخدوها وبعدين يعني. احنا عشان كده بقى احنا كنا طلبنا بدعم مكاتب الاسكان في معظم المحافظات بموظفين ومتخصصين في هذا يعني الموضوع. يعني هو المفروض ينزل يعين ملف؟ طبعا. وهيلحق قبل في لحظتها وهيلحق يعني؟ لا مش في لحظتها، ما حضرتك القانون انت حضرتك بتقدم الورق. ايوه، بتقدم الورق ومعاه 25% ولا لا؟ لا، انت بتقدم الورق، رسم الفحص المبدئي ده يبدا من مثلا 500 لغايه 5000 جنيه على حسب الامطار او حسب العمار. ياخد رسم الفحص ده ويصل الى ان هو بيوصلك لاستيفاء بعض الاوراق اللي انت توصل الى نموذج 3. نموذج 3 دوت لجنه بتنزل بتشوف المبنى، وطبعا فتح الله بيه عارف هو كمهندس طبعا الموضوع الكربوني، تاريخ المخالفه، صوره مكربنة، صوره كده مكربنه، وبعد كده بيجي بيقيس على ارض الواقع المربع او بيقيس العقار اللي هو هيدفع له الغرامه، وبناء عليه بيقولوا انت هتدفع كذا. بيعاين المخالف؟ طبعا مش بتيجي عشوائيه او من المواطن المخالف. طيب نشكر، شكرا يا باشمهندس فتح الله. تمام، نكمل مع بعض. فاحنا دلوقتي القانون ده يا جماعه يعني انا عاوز اقول برضك بعض الامتيازات اللي ناس مش عارفاها، لان القانون ما خدش حقه اعلاميا ابدا. طيب القانون لو خد حقه اعلاميا كنا قلنا للمواطن هذا ان احنا لجنه الاسكان بدات ب 50 جنيه فقط، تبدا الغرامات في قانون التصالح من 50 وتنتهي ب 2000. يعني الراجل اللي قاعد في منطقه شعبيه في عزبه في قريه في نجع في منطقه عشوائيه سواء خطوره دهمه او منطقه غير مخططه النهارده يبدا ممكن من 50 جنيه. بس في مشكله اما بالنسبه للمناطق مثلا في المعادي لغايه 2000 جنيه. في مشكله، بص يعني ده مراعاه للبعد الاجتماعي. خلينا نقول حاجه فار يعني. تمام، انت في عندك مناطق كده لو عملتها خط كده هتلاقي ان دي منطقه عمرانيه راقيه وعلى حدودها في منطقه عشوائيه. تمام، المنطقه العشوائيه دي بقى هتحسبها ازاي؟ محسوبه. يعني انا اقول لحضرتك على مثالين. يعني منطقه عندكم مثلا دار السلام كورنيش النيل، دي متاخمه الكورنيش النيل والمعادي. اغلى حته في مصر. تمام في منطقه تانية اسمها
بيقولوا عليها 4.5 او السلاب عند زهراء العاشر من رمضان. زهراء العاشر مدينة نصر في ظهر مصطفى النحاس. تمام. برضه متخمة المنطقة تعتبر عمرانيا غالية. وبعدين ده مربع كامل كله مبني كده، يعني مش جزء، ده بتتكلم في منطقة فيها شوارع وعمارات وناس ساكنة. لا يعني أول مرة قانون بيراعي البعد الاجتماعي في حالة تطبيقه. هذا القانون راعى البعد الاجتماعي الاقتصادي للمناطق الخطرة، مناطق الغير مخططة، المناطق العشوائية، المناطق غير الصحية، المناطق الراقية. النهارده القانون ادى لوزير التنمية المحلية والمحافظين الحق في تقدير قيم التصالح او مقابل، مش عاوزين، مقابل التصالح بالنسبة للمناطق. وقسم المناطق، احنا عندنا ندرة كبيرة جدا يا جماعة، بنقول لأهلنا كلنا احنا عندنا ندرة كبيرة جدا في مصر بالنسبة للمقيمين العقاريين، صح كده؟ لا يزيدوا عن 200 واحد في مصر اليوم. جمعية قليلين مش كتير، قليلين جدا. فاذا احنا جبنا الناس دي عشان تحضر تقولي هذا المنزل كذا وهذا المنزل كذا وده لا، احنا القانون كان منظم بطريقة، والدولة او الحكومة وزارة الاسكان خاصة طبعا الدكتور مصطفى مدبول ووزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار القائمين على تطبيق القانون يا جماعة، وزير التنمية المحلية كانوا عملوا حاجة بصراحة غير مسبوقة، ان هم قسموا المناطق لثلاث شرايح. كل شريحة بتتقسم لألف وبه وجيم او واحد واثنين وثلاثة. النهاردة عندنا في دار السلام مثلا اكبر احياء مصر كثافة للسكان، عندنا كورنيش النيل الشقة ب10 مليون، المنزل المجاور لهذا البرج ب 300,000 جنيه او ب 400,000 جنيه. تمام. او ب 500,000 جنيه. هل الراجل اللي هو دفع 10 مليون ده هيتحاسب زي الراجل الفقير؟ لا عمره ما. ليه؟ عندنا في دار السلام بدأنا كمان بكام؟ بدأنا ب 70 جنيه وانتهينا مثلا ب 800 جنيه بالنسبه للشوارع اللي هي الشوارع الرئيسيه زي مصر حلوان الزراعي، الشوارع الكبيره او الميادين. في نقطه برضو، يعني معلش انا ما اعرفش دي مراعاه او متشافة او لا، يعني النهارده حضرتك بتقول مثلا حد مثلا مشتري شقه ب 300,000 او ثمنها 300,000 النهارده. تمام. طب هي ثمنها وقت ما اشتريها كام؟ 70,000 جنيه؟ لا لا مفيش، لا هي شاريها 300 وهتوصل 900. لما توصل 900 لما يتصالح؟ لا ده انا باخد رخصه مش ضمنيه، باخد رخصه رسميه بهذا بهذه الوحده او بهذا العقار. تاني حاجه حضرتك، في حاجه مهمه جدا، منع التراخيص او استخراج التراخيص على مستوى الجمهوريه ده قرار غير مسبوق، قرار وقفة مع النفس بسبب زحف العشوائيات اللي وصل لأكثر من 119,000 مخالفة على مستوى مصر سنويا. فالنهاردة الدولة بتقف مع نفسها لتنفيذ بقى المخططات الاستراتيجية والتفصيلية. النهاردة الناس بتسأل بتقول ليه انتوا منعتوا التراخيص على مستوى الجمهورية وقف مؤقت؟ لا ده هي وقفة مع النفس لتنفيذ القرارات، لان احنا وجدنا فيه زحف عشوائيات رهيب ياكل كل اللي انت بتعمله بيبوظه. كل جهود يا فندم. النهارده القاهره مصروف عليها 350 مليار جنيه بالظبط. مفيش دوله في العالم تقدر تعمل هذا الوضع، مفيش دوله في العالم قدرت ان هي حتى المناطق عندنا الشعبيه. النهارده احنا كنا مثلا برفع كفاءه شوارع مثلا ثلاث شوارع كل سنة، قعدنا 50 سنة على هذا الوقت. النهاردة احنا بنعمل 200 شارع في دار السلام مرة واحدة في سنة واحدة، كابلات كهرباء، تغيير مسارات، دفع نفق الصرف الصحي، بلاط، سفلتة، فايبر بيتغير عشان كابلاته الثانوية العامة. النهاردة الدنيا بتتغير. النهاردة هم عملنا حتى سكن بديل للمناطق العشوائية في قلب دار السلام الخطرة، عملنا لهم في نفس المكان في ارض الخيالة الشرطة. خدنا عملنا مثلا 42 عمارة، 2530 اسرة او وحدة سكنية. العمارة 9 ادوار متشطبة سوبر لوكس. والنهاردة كل المنطقة اللي هي العشوائية اللي حوالين في مصر القديمة وبطن البقرة وعزبة ابو قرن والحتت اللي هي عمرنا وكنا نحلم انها تتغير واهليها يسكنوا في هذه المناطق، تغيرت. لا ده احنا النهاردة غيرناها، والتسليم نهاية هذا العام. النهاردة نقلنا معظم اهالي عزبة خير الله وبطن البقرة والمناطق مناطق كتيرة جدا في دار السلام مثلا والمنطقة الجنوبية، لأنهم في الخيال، والخيالة دي يعني حاجة ما كناش نحلم بيها. يعني أكثر المتفائلين ما يشوفش دايما وأبدا، احنا مرينا بظروف سياسية واقتصادية صعبة جدا من 2014. احنا معانا مداخلة من سيادة النايب عاطف مخاليف. طبعا أستاذنا العظيم، أستاذنا العظيم كان بمجلس النواب. عاطف بيه ازيك؟ مساء الخير عاطف بيه.
عاطف بيه تقريبا اتصل فيه. احنا اتفضل. عاطف بيه حضرتك لو جنبك حاجه تلفزيون او كده يا ريت تقفل بس الصوت بعد اذنك. ماشي، انا ما جنبيش تلفزيون ولا حاجه. تمام، لا هو كان في بس صدى صوت كده احنا. كده كويس. تمام كده زي الفل. معانا سياده النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنه الاسكان في المجلس. ومال ازاي حضرتك، عامل ايه؟ كنا بنتكلم عن قانون التصالحات في مخالفات المباني، لو حضرتك شايف المميزات يعني اللي هيستفيدها المواطن ان هو يتصالح بالفعل ويهتم بالملف ده. الاول تحياتي للنائب خالد عبد العزيز. اهلا بحضرتك. تحياتي للساده المشاهدين. اهلا. الحقيقه قانون التصالح على بعض مخالفات المباني اتى للارتقاء بالبنيه التحتيه واتى لتقليل الاوضاع. اولا الارتقاء بالبنيه التحتيه، كل ملين بيتاهد بيتم من خلاله الارتقاء بالبنيه التحتيه كطريق سطحي، كمؤثير، كابلات كهرباء، الغاز، اسفلت الرص، عمليات الرص والبلاط، الاناره، ده كله بيتم من خلال الاموال المحصله من عمليه التصالح. ده رقم واحد. رقم اثنين، عمليه التصالح بتخليك على ارض قانونيه ثابته. لو عايز ترفق العماره بتاعتك او الشقه بتاعتك، عايز تدخل ابواب كهرباء، عايز تدخل غاز، بتكون في حاله قانونيه ثابته. تمام. مطمئنه. تمام. دي بالنسبه لقانون التصالح. تمام. قانون التصالح اتى على كومه من المخالفات المتراكمه خلال سنوات عديده. الحقيقه احنا بنحاول بقدر الامكان بجوار ما يحدث من طفره، احنا عاملين مشاريع استثماريه عقاريه وسكن اجتماعي دائما وابدا في اي مدينه جديده بتتعمل اجتماعي، عاملين عده مدن. تمام. من اهمها مدينه العالمين الجديد. تمام. بجوار الكلام ده احنا بنحاول ان احنا نقضي على عشوائيات. القضاء على العشوائيات هيبقى عن طريق قانون التصالح، ان انا ما بسمحش ليك ان انت تبني خارج الاحوزه العمرانيه. خلاص بقى، هو خطا تم ان انت تتعدى على خطوط التنظيم، ده رقم اثنين. ما بسمحش ليك ان انت تتعدى على المنشات ذات الطابع المعماري المميز، ده رقم ثلاثه. ما بسمحش ليك ان انت تاخد ارتفاعات في خطوط الطيران. ما يصحش ليك ان انت تبني على ارض اثار. الكلام ده كله هو بمثابه القضاء على العشوائيات. يمكن انا لما يعني نخلص من عمليه التصالح ونرتقي بالبنيه التحتيه، القرش اللي بيدفعه المواطن ده اكيد هيترد له اكثر منه، هيترد له اضعاف. وليه؟ قيمه الشقه نفسها او قيمه العماره نفسها بتزيد لما يكون في عماره مقننه، عماره مرققه، عماره ارتقت الدولة بالبنية التحتية والبنية الأساسية الخاصة بها، أكيد هيبقى فيه ارتفاع في الأسعار. فمن هنا قيمة وفوائد قانون التصالح العائدة على المواطن المصري. تمام يا عاطف بيه، متشكرين جدا على مداخلة حضرتك معانا، وإن شاء الله تشرفنا بقى في حلقة كده في البرنامج إن شاء الله. استكمالا بس لمعلومة يعني عاطف بيه قالها، اولا يعني احنا عاوزين الشعب المصري كله، انا هسال السؤال معلش هاخد مطرح حضرتك. لا لا، الفلوس المخالفات دي راحه فين؟ فلوس المخالفات او مقابل التصالح مقابل الرخصه ده هتودوها فين؟ اكيد هتعود على خدمات يا فندم، ده نص القانون وليس اللائحه التنفيذيه هذه المره. قانون قال، مش كلام النائب خالد عبد العزيز، قال الفلوس دي تروح فين صراحه. انتم من الاول انتوا عاملين القانون قلتوا هتاخد الفلوس عندها، الفلوس هتروح فين؟ 39% من اموال هذه التصالحات يا فندم هتروح مرافق،
صرف صحي. النهارده الصرف الصحي كان بيتصرف عليه كام؟ 2-3 مليار. السنه دي في 2020 يا فندم مكتوب في الموازنه العامه 33 مليار جنيه صرف صحي، اللي هو السبب الرئيسي في جميع الامراض وجذور الامراض يا فندم. فاحنا النهارده الصرف الصحي مصر 100 سنه كان الصرف الصحي يغطي الى 13%، النهارده نهايه 2020 هنصل الى 45، يعني اللي اشتغلنا فيه ل 100 سنه النهارده في 6 سنين اتعمل، ثلاث اضعاف ال 6 سنين اتعمل. طب و 25% من هذه الاموال صريحه وبنص القانون وليست اللائحه التنفيذيه وليس تصريح نائب في مجلس النواب او وزير، لا ال 25% هتطلع على سكن اجتماعي. اللي احنا وصلنا فيه قد ايه؟ اللي احنا وصلنا فيه 630 الف وحده سكنيه. ما فيش دوله في العالم تقدر تعمل 630 الف وحده سكنيه في 6-7 سنوات. دول اتعاملوا بالفعل. وتعاملوا بالفعل. احنا بنتكلم، ما بنتكلمش برزنتيشن مستقبلي، احنا بنتكلم على حاجات حصلت. الباقي هيروح سكن اللي هو مجاني، 240 الف وحده سكنيه اتعملوا في مصر في خلال 5-6 سنوات. سكن من خلال صندوق تطوير عشوائيات حضرتك 240 الف وحده. لما نقول في دولة عملت 10,000 وحدة سكنية للمطحونين عندها، للفقراء، للناس تحت قد 10,000، هنستغرب ان دولة دي دولة محترمة. ولكن لما في دولة في ظل ظروف نادية والعالم كله متكاتف علينا او ناس كتيرة جدا وفي مؤامرات على مصر، والنهاردة مصر كانت بيقولوا هتعلن افلاسها 2014-2015، وفي ظل هذه الظروف يعلن الرئيس ان احنا مش هخلي هذا المنظر غير حضاري في مصر. وتبدا من 2014-2015 يبدا صندوق تطوير عشوائيات اللي كان دخله 100 مليون، النهارده صندوق تطوير عشوائيات كل عام بيحصل تقريبا على 15 مليار جنيه. ده حاجه. وفي ايه؟ في ظل ظروفنا دي. النهارده 240 الف وحده سكنيه، مفيش دوله في العالم هتقدر توعد الناس ان هي تقدر تديهم سكن بديل. دايما لما بيحصل في اي دوله عظمى في العالم او اي دوله كبيره في العالم ان في مثلا جائحه او في اي مشكله غير طبيعيه بتحصل، ما بيدهمش سكن ببلاش، حتى لو امريكا نفسها النهارده بيعملوا لهم مخيمات، اماكن مثلا بالخشب بالالومنتال، ولكن ما يعملوش مدينه، ومدينه مجانيه وفيها جميع الامكانيات. يعني حضرتك النهارده 18,300 وحده سكنيه ساكن فيهم ايه؟ ساكن فيهم اهالينا في مصر القديمه والمناطق المجاوره، فيهم اكتر من مليون و500 الف مواطن تغيرت حياتهم بالفعل والله. طيب انا الجماعه في الاعداد جوه بيقولوا لي في سؤالين جايين لنا، كذا حد اتصل وبيسالوا نفس الاسئله. هل في امل في تغيير قيم التقييم بتاع التصالح؟ ايوه في، بس في حاجات يعني لا، هو في كل الناس طبعا يعني عندها امل ان اهم حاجه ما يهم الناس هي قيمه او مقابل التصالح بالنسبه للقيمه. حاجتين. القيمه وطريقه السداد. لا، هو حضرتك القيمه ديت معظم المحافظين واخدين توجهات ان بتخفيض قيم التصالح على مستوى مصر. احنا عندنا محافظه القاهره قامت بدورها في منطقه مش واضحه. لا يا فندم، ازاي؟ في حضرتك في شكاوى تقدر تطلع على المحافظه وتقدر تقدم شكوى. يعني انا لسه مقدمين شكوى قريب جدا لمعالي محافظ القاهره اللواء خالد عبد العال. احنا خفضنا اكتر من مره وفي قبول وفي مراعاه للبعد الاجتماعي بالنسبه للمناطق اللي عندنا. لا ده خفض حاجات في وسط البلد كتير، خفض كتير جدا. يعني معالي اللواء خالد بيه عبد العال بصراحه يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي والظروف اللي بتمر بيها، وكل منطقه النهارده بتتقدم بشكوى بيبحثها من خلال المكتب الفني عنده وبينزل بالفعل. يعني احنا عندنا في دار السلام كانت مثلا بعد ما نزلت وصلت 160 وصلت 70 جنيه. النهارده قدمنا تظلم لمنطقه البساتين، ودي منطقه شاسعه جدا يعني تعد يمكن اكبر كبيره جدا اكبر حي 1100 كيلو متر مربع. النهارده وضحنا له قلنا له في مناطق زي مثلا تراب اليهود اللي هي عزبه النصر، زي مزرعه البط. النهارده حضرتك هذه المناطق طبعا ناس فقراء جدا ومش هيقدروا يدفعوا مثلا 250 جنيه. هذا التظلم ان شاء الله في بت بكره ان شاء الله في هذا القرار، ولكن المحافظه بتراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي بتاع الناس. اكيد كل المحافظين بالتتابع المفروض ان هم يراعوا هذا الموضوع، يحطوا خريطه للمحافظه عندهم سواء قرى او نجوع ان احنا
يراعى طبعا فيها كل هذه الامور اللي انا تحدثت فيها. طب وطريقه السداد؟ طريقه السداد في بعض الاقتراحات طبعا او في مقترح وفي ثلاث سنوات يا فندم. ده رسمي. هو المفروض رسمي ان انت يعني الربع والثلاث ارباع. الاحد الاساليب القانونيه لتسديد اي غرامه للتقسيط. مفيش مشكله. تمام. ولكن احنا من هنا من هذا البرنامج المحترم بندع دعوه ان البنك المركزي يتبنى تقسيط هذه الاموال على المخالفين على فترة على فترات اكبر شويه بحيث ان احنا ندي الناس نفس بحيث ان احنا نضمن حقنا والبنك المركزي او زي على ضمن حقه بالعين زي انا بقول للشعب المصري كله في قانون اسمه قانون 144 ل 2017 بالفعل اصحاب المصانع مثلا في شق التعبان واصحاب الاراضي اللي هي كانوا حاطين وضع يد عليهم تم تقسيط هذه الاراضي بالنسبه من خلال البنك مصر وكم تخفيضات كبيره جدا ما وصلتش قيمه الفائدة البنك مثلا الى 5% كمان كان في مبادرة ان هو كان بيشيل اكتر من 20% من قيم من قيمة التصرف من اصل الفلوس فيعتبر المواطن ما كان في امكانية انكم تعملوا كده ان شاء الله في دعوة كبيرة جدا ان شاء الله انا ان شاء الله متبنيها يعني يا ريت نتمنى نتابعها معاك حتى لا بإذن الله يا فندم بإذن الله يعني لو في فعلا يعني لو دي مبادرة من حضرتك انهم يقسطوا القيم والله حصل يعني الحكومه بادرت في هذه في قانون 144 ل 2017 بتقسيط قيم التقنين اوضاع اليد على اراضي الدوله النهارده في حاجه بقولها للشعب المصري كله من خلال حضرتك ومعظم زمايلي المحامين ورجال القانون في مصر احنا يا جماعه صدر تعديلات قانون 10 سنه 90 اللي هو في حاله نزع الملكيه الخاصه المنفعة العامة سوف يتم تعويض المواطن بالقيمة السوقية وليست القيمة العادلة اللي كانت مكتوبة في قانون 10 القيمة السوقية الحالية يعني حضرتك عندك مبنى يسوى 1,000,000 جنيه ممكن كنت تاخد 30,000 جنيه تعويض في الأول وما تقدرش تتظلم النهاردة الدولة والحكومة والرئيس يراعي البعد الاجتماعي يراعي البعد حتى النفسي والأدبي في نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة رغم أن المنفعة العامة دي هترجع للمواطن كوبري طريق يوسع منع التكدس المرور تخفيفه النهارده في كمان مش القيمه السوقيه بس انا بقول من خلال برنامج حضرتك زائد 20% من القيمه السوقيه اعلى يعني 1,000,000 حضرتك عاوز تبيع المبنى بتاعك دوت ب1,000,000 لجارك النهارده الدوله هتشتري منك ب1,200,000 جنيه بناء على تعديلات قانون 10 سنه 90 المبني على القاعده الدستوريه الماده 35 من الدستور التي بتقول ببساطة في حالة نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة يتم دفع التعويض مقدما وبصورة عادلة احنا غيرنا الصورة العادلة دي وحطينا السوق بصورة عادلة بالقيمة السوقية ودي بشرة كبيرة جدا لأهالينا في كل حتة الدولة واقفة مع المواطن بقوة النهاردة الدولة عاوزة تاخد بإيد المواطن بعد ما إهمال 40-50 سنة النهاردة الدولة بتدي الاف مئات الالاف من المساكن لاهالينا مجانا النهارده الدوله بتعمل اكبر مشاريع تعليميه وبنيه تحتيه في منطقه الشرق الاوسط ومنطقه جنوب البحر المتوسط احنا يا جماعه احنا رايحين لدوله عظمى احنا مش رايحين لدوله عاديه لا احنا دوله عظمى باكبر مخططات استراتيجيه وتفصيليه كل دي توابعها عاوزين نعي المرحله فقط نعي ان احنا رايحين في حته الحمد لله رب العالمين بناء مصر من جديد وليس ترميم مصر تمام تمام طبعا انا يعني انا اطمع منك ان احنا يبقى لنا حلقه تانية كل القوانين انا نفسي يعني عايزين نفصل الموضوع نرجع تاني حلقه تانية نكمل فيها بقيه كل الملف عشان نفيد الناس واحنا لسه معانا وقت في قانون التصالح فالناس خلي بالك في ناس كتير خايفه تقدم عشان فاحنا عايزين نفهمهم يعني تعالى نعمل حلقه تاني ونفهم الناس احنا قصرنا الاجراء يمشوا فيه ازاي وبعدين فجاه الناس بقت حاسه ان هي عليها مزان قطر يوم 30 لازم يخلصوا فعايزين نلم الموضوع نفهمهم ازاي ولو في بريقه امل لمد فتره شاية. السماح دعوة عن 30/9 دعوة لكل المسؤولين في مصر بمد قانون التصالح يعني نتمنى ان هم يراعوا لان الثلث هو اللي تقدم للطلب والنهارده واقفين طوابير كبيره جدا ومش والموضوع صعب يعني الكميات مش هتكفي على الوقت المواطن المصري مواطن بسيط جدا ومواطن محترم بالزبط. جدا ومش عاوز يتحمس ومواطن عاوز يفهم عشان يطبق بالزبط. احنا قصرنا تاثير كبير جدا في الاعلام في الجيد عن مميزات القانون والدوله رايحه فين شكرا معاك بالظبط شكرا معاك
طبعا احنا بنتقدم لك بخالص الشكر على وقتك العظيم وعلى المعلومات العظيمه اللي قلتها لنا في برنامج حوار الاستثمار النهارده. ربنا يحفظك. وعلى وعد قدام المشاهدين ان احنا يبقى لنا حلقه ثانيه نكمل فيها الملف، نوضح لهم الامور تمشي ازاي، ويا ريت يكون معاك بشرى المره الجايه يكون مد فتره التصالح إن شاء لفتره الله. اكتر تمام وتخفيض قيمه ان شاء الله للتصالح في معظم محافظات مصر ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هنا وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم النهارده من برنامجكم حوار واستثمار، الى ان نلقاكم السبت القادم 9 مساء، نترككم في رعايه الله.